والله السنة جفاف ماكو الحمد لله. لا السنوات السابقة. السنوات السابقة جفاف وحيل تأذينا بها. ما زرع الفلاح وكان خسران. خسران 100% خسران. ويعني تعرف الأمور إذا الله ما يجيب المطر كل شيء ما يجينا. مشاكلنا أول شيء ويا الوكلاء، قراض أصلي ماكو. يعني كرقابة دولة تحاسب التاجر اللي يجيب البضاعة تجاري من أرض للنوعيات. واثنين عندك الغاز، يعني ابو الحصاده من يطلع على الغاز من على الحصاد، يعني المفروض عنده دعم للحصاد، غاز او دهن او اي حاجه بسيطه تقدمها الحكومه. يعني احنا عمرنا السنه اقل واحد ابو حاصده عمر ب 4 ملايين 5 ملايين، وتطلع على الحصاد القراض اللي احنا حاطين فلوس بيها كلها ما تسوى لها فلسين، كلها من قلة الرقابة والتجار اللي أرض للنوعية بالصين يجيبونها لنا. يعني ما عندنا هسع بوربرين أو قايش أو زنجيل بحظ نشتغل بيه، ما عندنا. يعني الصين نفسها عندها منشأ درجة أولى، وينو يروح التاجر يجيب لنا أرض النوعية بالسوق ويمشيها لنا بأقل السوق علينا. وهاي أنا مشتري بوربرين واحد أشتري 4 احتياط، إذا أشتري نوعية زينة ليش أجيب 4 بوربرينات؟ يعني البارحة أنا عندي بوربرين مشتري ب 175 ويحلف لي يمين بأنه أصلي، ما اشتغلت لي سدين زتيت البوربرين أروح أجيب بوربرين الله. زين ابو الحاصده شي يريد يخلى بجيبه؟ غاز، دهن، مصرف، وينتظر من سنه لسنه حتى يكمل حصاد ويطلع على باب الله. الحمد لله، فضل من الله ان شاء الله السنه. حصاد زين الحمد لله، وقطع زين الحمد لله. وشو؟ تختلف عن السنوات؟ لها كثير الحمد لله، فضل الله. والله كانت محل، يعني محل. اي والله ما تحصد الراس يعني. اي نعم، مساع بالشعير. وراها عاد لما تبس زين الحنطه يبدون بالحنطه ان شاء الله. ما شاء الله بركه السنه، معاناتهم كثيره. ما تدري هاي العطلات وكذا، مواد الاحتياطيه وهاي سوالف، وماكو اصلي، كله معاد وكذا من هالسوالف. تدري ما يعرفون كله تجاري، ماكو الاصلي. وحتى الاصلي هم يسعر يعني بالسعر يفرق. والله احنا مطالباتنا يشملون هاي الناس الفلاح اللي تزرع، يشملون هاي الخطه حتى بدال ما يسلمها ب 600. هو اكيد هو من بلدنا ان شاء الله، والله يعمر هذا البلد ان شاء الله دائما. ليش دائما تبدون بالشعير قبل الحنطه؟ ما هو الشعير دائما يعني يصير قبل الحنطه يلحق. كم يوم يعني؟ كم يوم ان شاء الله. اي تقريبا هي الشيء. زين شلون نشوف الانتاج؟ والله ان شاء الله زين. اثرت عليكم سنوات الجفاف؟ اي طبعا اكيد اثرت. يعني تدري الفلاح يصرف وهذه، تشتري حنطه ولا شعير وسماد، تدري يعني دعم ماكو طبعا. والله نريد دعم، دعم من الحكومه ماكو، دعم ماكو. أبسط شيء عندك كل سنة مدخلينه بخطة زراعية، واللي مستفادين منه هو طبعا بس الغاز الوايل. هسه هاي همين خرجونا منها، نبيعها أسواق سوداء على أكيد طبعا خسارة. الدولة تستلمها منك 850، تروح توديها يقول لك والله بيها 500 600 اشتري. إيه تروح توديها على السايلة وما يستلمها منك يقول لك والله بيها جالب، الجالب والله ما يستلمه ما يخالف، بس يطلع لك فرد شيء ما تسوقها عسل، والتاجر ياخذها من عندك راح قبل وداها. شلون يرتب الشغله؟ هاي الشغله عندهم ما نعرف شلون، واحنا شو نسوي؟ مجبورين نروح نبيعها. وهسه احنا بنفس الوقت هم ما يحق لنا نسوق، ليش؟ طلعونا من الخطه الزراعيه، نطالب باعادتنا الخطه الزراعيه وبالدعم. هسه عسميده لو ينطونا كل سنه ينطونا هذا السماد الورقي، يعني السماد الكيميائي ماكو.